حيث وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستغرق يوما واحدا وتعد الأولى له منذ أكثر من عقد من الزمن. يناقش خلالها ملفات عدة أبرزها تقاسم المياه وصادرات النفط والأمن الإقليمي. وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني ومسؤولين آخرون. ويرافق أردوغان في زيارته إلى العراق وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولاط والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يومقالي والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر. مشاهدينا الكرام، رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني عقد لقاء ثنائيا مع الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في القصر الحكومي ببغداد.